ولكم سكولانت. شوف بقى، دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي انت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل ايه؟ شيل شيل ذكريات طفولة ايه وناس ايه وجيران ايه وعشرة قديمة ايه؟ ده حتى اسمها مش حلو، عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل هايل. عايز الناس دي كلها انساها، انسى ايام الفقر، عايز ابقى شاب جديد. اعمل اكاونت ونزل لي الايس بوكس. هايل، حياتك كلها بقت هنا. جرأتك انك تحمل ملفات كتير بالشكل ده على الشريحه تخليني اقرب معاد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم ايه ورؤية ايه؟ ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس؟ ناس مين يا دكتور؟ انا ماله من الناس؟ خلاص الدنيا بقت حلوة والعيشة هترتاح، انا ماله ماله؟ سطب انت بس قانون الدستور الجنائي والصالونة العلاقات الغرامية يا هيا وآية. نزلت لك برنامج العلاقات الزوجية عشان تخلف ويبقى عندك قطة عيال. هو ده كلام؟ هو ده؟ أخيرا فهمتني يا وديع. جميل جمال، عجب عيال، جميل جمال، عجب عيال، صلاة ودلال، منى وجمال، ورمز الجلال. جميل جمال، دكتور ابن حلال، والله ابن حلال. جميل جمال، هنجيب عيال، جميل جمال، هنجيب عيال، هنجيب عيال. واضح انه اشعاعات البرنامج لمست معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده، ومدير كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليلة على الفضيات النهاردة. اجي يا بوبي؟ لحظة واحدة يا عيون البوبي، لحظة واحدة. هو الدكتور ما البرنامج رقم حلوة. الو يا دكتور، الو الو يا اسطى، ايه يا اسطى البرنامج مش عايش تسهله خالص. لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى ده شغل هترمي لي عظمه. ايوه طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانيه واحده؟ لا بس واضح ان هو الشيخ عبدالله. مع السلامة، مع السلامة. انت يلا. اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجية. اهلا بك يا ست الكل، يا قشطة دلعينا بقى، دلعينا. الدخول الى القائمة الرئيسية. ايوه اضغط الرقم 1. صحيت امك، يعني ايه اضغط رقم 1؟ اضغط فين انا؟ يلا بقى يا بوبي. يا الله ايه ده ايه ده ايه ده. تعامل مع الهدف، درجة الشحن فول بطارية. يا جوز الخيل.
العربية سوق يا اسطى لحد الصبحية على راسي انا وعناية يا بوبي كلك حمية السكر غلي في الجمعية ونحلو بايه اللي لدي شوية رز وشرعية كود الخيل والعربية على هنا 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 دا 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 اهو فين الباب؟ نوجا انت فين يا لمبي؟ نوجا انا عملت ولا ايه نوجا؟ يا راجل انا مش شايفاك اعمل ايه؟ روح عند الجرار النهار النور الغوا بتاع العماد الرؤوسي اعرف ان اخويا انا شايف اهو انت فين يا لمبي؟ انا اللي جابني هنا ايه اللي طلع في الدولاب يا راجل؟ انا عارف ازاي الراس تحط لي برنامج طيران طب انزل طيب انا مش عارف اطلع لك طب فسحة فسحة اهو ايه اللي السهولة دي؟ هتعمل ايه يا راجل؟ اسمع الله عليك يا حبيبي لا 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 منيلة منيلة ايه؟ عمود الفكر باظ قوم قوم ايه؟ قوم ايه يا انا كده؟ اسمع بقى يا راجل انت هلا طفي النور ولا ملعب نور؟ من الصبح عمالين نطفي ولا في نور ولا حاجة بتحصل ما بالراحة طب يا نجلاء طيب بالراحة مش حلو الخطة دي مش حلو عليا ايه؟ بتعمل ايه؟ اسألي امك حضليها بقى يعني الله يرحمك اكيد وصيتك بده بحنان ضع يدك على كتفها ضع يدك على كتفها ايوه كده يا عم المجانس ايه؟ 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 انا عارف ايه؟ ليه؟ بس انا بيت بقى فيه بنات افكاري بتكلمني يا دي بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله يا بيت دي شويه بنات افكار يعني انت هتغير ان شاء الله عيال ولا ايه؟ الشغل بقى جاي برومانسيه امسك اذنها اهدي صبري صبري وده ايه اصله ده؟ يا بيت اهدي بقى ده الرومانسيه دي رومانسيكية يا بت اعملها ايه يعني؟ لحظة صرصور الودن غمضي انت بس عيش اللحظة ايوه انت تتنفسي انت هتغطسي نازلة تغطسي في مية قم بحركة عاطفية لولا بيا اه طيب عارفها انا والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن انا مش عارف ايه ده and now get close to here translation البنات بتكلمني اقترب منها ايوه بس اقترب منها اكثر والان ها ضمها اليك ايوه ضمها اليك اكثر او فاكثر او اكثر ما هتتكسر كده هي اللي هتتكسر كده والان ايوه جيم اوفر احنا طمك انت بتشتني لا ب... لا بقول لك ايه والله معك حق دولية بنت كلب معفنة انا هوريك بقى ليلة العشوائيات بتاعت عالم الزبالة اللي هم اللي شبه انا نمامت خير يا سي الاستاذ فينك انت لحنن يا حد لحنن اباي عليك وانا بشحت منيك ولا ايه انا بشحت منك مليه يا حنن دي ايوه عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول تسول ده ليش بجاحه بجاحه شوفوكوا شغلانه روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل اي حاجه انت ما خبرش انا مين مين يعني بروسلي ولا ايه بروسك دي ايه بروسك دي الحق